بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، نواصل في مادة قانون العقوبات، الركن المادي للجريمة. في المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن موضوع اللي هو الركن المادي للجريمة، وتعرفنا ما هو المقصود بالسلوك الإجرامي. وكنا السلوك الإجرامي ينقسم إلى سلوك إيجابي وسلوك سلبي، وتعرفنا على كثير من الأمثلة التي لها علاقة بالقانون بالسلوك الإيجابي والسلوك السلبي، وتكلمنا عن الامتناع أو السلبي، السلوك السلبي. وقلنا يجب أن يكون هناك 3 شروط أو 3 عناصر موجودة في الامتناع. الشرط الأول هو الإحجام عن اعتيان فعل إيجابي، والتاني شرط وهو وجود واجب قانوني، والنقطة الثالثة وهي الامتناع بصفة إرادية. وذكرنا قلنا أن الإحجام عن اتيان فعل إيجابي اللي هو اتخاذ موقف سلبي بالقياس إلى الفعل الإيجابي، بمعنى أنه يعني نجيب مثال على طول في هذا الموضوع: الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها، طب القاضي الذي يرفض اللي هو الحكم في قضية ما، المسعف اللي بيته يرفض اللي هو إنقاذ الغريق في البحر، اللي هو السجان يرفض تناول السجين اللي هو الطعام أو تقديم الطعام إلى آخره، أو يرفض استقبال السجين. إذا النقطة الثانية وجوب واجب قانوني. لازم عشان أنا أستطيع أحاسب المتهم لابد أن يكون هناك واجب قانوني مفروض عليه، وبالتالي إذا لم يكن هناك واجب قانوني ففيش إمكانية لمحاسبته، وبالتالي ما بقدر اليوم أنا أجي أحاسب المتهم عن الصمت، أقول إنه ما رفضت كلام لأنه أعطى القانون الحق الصمت، وبالتالي إنه لازم يكون في عندي واجب. انا اليوم بجيد السباحة ولكن لقيت انه في شخص يغرق على البحر، مش من واجب انه انا اقوم بعملية انقاذه. لا، ممكن اسأل عن ذلك من الناحية الاخلاقية، من الناحية الادبية، لكن القانون لا يستطيع ان يحاسبني على هذا الكلام، ولكن بحاسبني اذا كان واجبي او مهمة العمل اللي انا مقوم فيها هي عملية الانقاذ. النقطة المهمة وهي الصفة الإرادية للامتناع، إنه أنا وافقت أو امتنعت عن القيام بهذا الموضوع بناء على الإرادة الموجودة عندي برغبتي، وإنه هذه الإرادة هي التي منعتني من القيام بهذا الواجب. وبالتالي لو كنت أنا في حالة إكراه مادي أو إكراه معنوي، بكون في هذه الحالة انتفى عندي الركن الإرادة، وبالتالي لا أستطيع أن أسأل عن هذا الفعل. هذا الكلام كله خدناه في المحاضرة السابقة اللي وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن النتيجة، وقلنا النتيجة هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي، وهي المظهر الخارجي للفعل الإجرامي، وبناء على الجريمة أنا أستطيع أكيف الفعل، إما هذه جريمة ذات مدلول مادي أو النتيجة في مدلولها بنسميها جرائم الضرر أو الجرائم السلوك، إذا كانت النتيجة في مدلولها القانوني. وقلنا إيش الفرق ما بين جرائم الضرر وجرائم الخطر؟ قلنا جرائم الضرر هي التي يتحقق فيها ضرر في العالم الخارجي أو تحت تغير في العالم الخارجي، يعني اليوم في عندي جريمة قتل، ايش التغيير؟ كان في عندي انسان حي انتقل الى رحمة الله تعالى توفى، سواء كان القتل عمد او خطأ. في السرقة هو انتقال مال المملوك لشخص ما الى الغير والى اخره، لكن جرائم الخطر او جرائم السلوك هو في عندي مصلحة محمية قانونا، وبالتالي ليس بالضرورة ان يكون في عندي انا ضرر. يعني مثلا واحد ساق سيارة بدون ترخيص، ايش اثر على المجتمع؟ ايش اثر على، ولكن اجى المشرع وقال لا، انه هذا ممكن اثر على المجتمع. تمام، اذا في عندي مثلا في عملية التسول، في عملية التشرد،
وبالتالي هناك أمثلة كثيرة لهذا الموضوع، وقلنا إنه نتيجة إلى أهمية واضحة في سياسة التجريم، وهي اللي بدها تحدد إلي هل إنه هذا الموضوع جناية أو جنحة أو مخالفة، هل إنه هذا الشخص قام بالفعل بشكل كامل أو لم تتحقق بالفعل الكامل اللي هو في الشروع. طب إذا ما حققش إيش بصير؟ بنقول إنه الشروع يعاقب عليه في الجرائم العمدية في الجنايات، ولا يعاقب عليه في الجنح والمخالفات، لكن الجنح إذا كان هناك نص واضح في هذا الموضوع. وبالتالي إنه أنا ممكن أسأل إذا لم تتحقق النتيجة على الشروع في الجرائم العمدية، ولكن لا أسأل على الشروع في الجرائم الغير عمدية، وهذا من النقاط المهمة اللي بتيجي دائما في الامتحان، إنه هل هناك شروع في الجرائم العمدية؟ الشروع في الجرائم العمدية موجود، لكن في الجرائم الغير عمدية فيش فيها شروع، تمام؟ كمان النتيجة لها أهمية في تحديد نوع الجريمة والمحكمة المختصة وبدء سريان تقادم الدعوة الجنائية. الدعوة الجنائية تبدأ تتقادم من لحظة اللي هو تحقق النتيجة الإجرامية في هذا الموضوع. هيك احنا هذا تكلمنا أيضا في المحاضرة اللي فاتت عن علاقة السببية، وقلنا علاقة السببية هي الصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة، وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث هذه النتيجة. أنا ارتكبت فعل، قمت بطعن هذا الشخص عدة طعنات، وبالتالي أدت هذه الطعنات إلى الوفاة. في هذه الحالة ما فيش عندي إشكالية، لكن الإشكالية تكمن وين؟ إنه أنا قمت بطعن هذا الشخص طعنة، وأثناء إسعافه تعرض إلى إطلاق نار، ووجوده مثلا في المستشفى كان هناك إهمال من الطبيب، أو هو رفض إن هو يتعالج، وبالتالي دخلت في عدة عوامل في هذا الفعل أدت إلى الوفاة. فهل إنه أنا بدي أسأل على الفعل اللي أنا ارتكبته عملية الطعن، أو بدي أسأل على النتيجة اللي هي صار في عندي أكثر من إشكالية في هذا الموضوع، أو أكثر من عامل تدخل في تحقيق هذه النتيجة؟ إذا بنقول علاقة السببية هي الصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة، وتثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدوث هذه النتيجة. طبعا لها أهمية كبيرة. ليش أهميتها؟ لها أهمية قانونية لأنها تربط بين عناصر الركن المادي. قلنا الركن المادي يتكون من 3 عناصر، تمام، اللي هو ايش؟ الفعل والنتيجة وعلاقة السببية. طيب احنا بنتكلم عن الركن المادي، ايش علاقتنا في هذا الكلام؟ الركن المادي هو 3 أركان للجريمة. هناك 3 أركان للجريمة اللي هما الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي. والركن المعنوي له 3 عناصر اللي هو الفعل والنتيجة وعلاقة السببية. وبالتالي انه هذه العلاقة السببية هي التي بدها تحدد نطاق المسؤولية الجنائية. فإذا توافرت المسؤولية الجنائية تحققت النتيجة، وبالتالي يعتبر الفعل هو المسؤول عن هذه النتيجة اللي هي ارتبطت. لكن إذا لم يكن هناك علاقة سببية ما بين الفعل وما بين النتيجة، ففي هذه الحالة ممكن نقتصر فعل الجاني على الشروع إذا كانت الجريمة عمدية في الجينات، أما إذا كانت غير عمدية فلا مسؤولية عنها. ليش؟ لأنه لا شروع في الجرائم الغير عمدية، لا شروع في الجرائم الغير عمدية. كمان مرة بعون، الشروع فقط بيكون في الجرائم العمدية، أما الجرائم الغير عمدية ما فيش فيها شروع. وعلى هذا تعتبر علاقة السببية عنصر أساسي في الركن المادي، وشرط مهم لقيام المسؤولية الجزائية. طب بدنا نيجي نشوف ما هو معيار علاقة السببية. من الواضح ومن الثابت أو من السهل إنه موضوع علاقة السببية لا يثير أي نوع من الإشكاليات أو الصعوبة إذا كان السلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي أدى إلى النتيجة المعاقب عليه. يعني أنا قمت بإطلاق نار على شخص وقتل قدامي،
وبالتالي ما فيش اي عامل اخر، لا اخ جارنا ولا اخوي ولا اي احد تدخل في هذا الموضوع. اذا عيار ناري قمت انا باطلاقه على هذا الشخص فقام بتحققت الوفاة في هذه الحالة، تمام. وبالتالي بنقول اذا كان سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي ادى الى النتيجة المعاقب عليها، فيش عندنا اي اشكالية في علاقة السببية، وبالتالي بيتم اسناد الفعل الى الجاني بدون اي اشكاليات. ولكن الاشكاليات تكون وين؟ اذا تدخلت الى فعل الجاني عوامل متعددة اخرى مستقلة عنها فتشترك معه في احداث النتيجة الاجرامية. طبعا هذه العوامل ممكن تتضافر مع بعضها البعض، وممكن يكون مثلا منها بعض العوامل السابقة على السلوك الإجرامي أو بعضها معاصر لهذا السلوك الإجرامي وبعضها لاحق لهذا السلوك الإجرامي. فمثلا يتم الاعتداء على شخص وهذا الشخص مصاب بمرض القلب، هذا طبعا أدى إلى وفاته. أنا صار في عندي عوامل، إيش عنده؟ هو عنده مريض بالقلب، وبالتالي لو ما كانش مريض بالقلب كان ما صارش عندنا حالة الوفاة. منها ما يكون معاصر كان يطعن الجاني المجني عليه بالسكين في ذات اللحظة، يعني الجاني قام بطعن المجني عليه بالسكين وفي نفس اللحظة تم إطلاق النار عليه من قبل شخص آخر. واللي بكون إشي ومنها ما يكون لاحق على السلوك الإجرامي، كان يطلق الشخص النار على المجني عليه فيصيبه، ولكن المصاب يهمل في العناية بإصابته مما يؤدي إلى وفاته. فهل علاقة السببية تبقى قائمة بين الفعل الجاني والنتيجة الإجرامية على الرغم من تداخل عوامل أخرى؟ طبعا عشان نحدد أو نجاوب على هذا السؤال بدنا نشوف إيش النظريات التي قيلت في علاقة السببية. أول نظرية من هذه النظريات اللي هي بتقول نظرية تعادل الأسباب. إيش بتقول هذه النظرية؟ بتقول إنه جميع العوامل التي تساهم، جميع العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة الإجرامية تعتبر عوامل متكافئة ومتعادلة، فكل واحد يعتبر سببا في إحداث النتيجة التي لولاها لما كانت لتقع، وبغض النظر عن قيمة كل سبب منفرد. فعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة تعتبر قائمة ما دام سلوك أحد العوامل اللازمة لتحقيقها بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي ساهمت معه. فالسلوك الجاني هو السبب الأول الذي أدى إلى سير الأمور على النحو الذي انتهت إليه، ولولاه لبقيت العوامل الأخرى عاجزة عن تحقيق النتيجة. فلو طعن شخص آخر، احنا عشان نفهم النظريات ناخد اللي هو ايش الأمثلة بنفهم. هل جيت الشخص قام بطعن شخص آخر فأصابه ونقل إلى المستشفى، هناك شاب حريق أدى إلى موته حرقا، هل تنسب الوفاة إلى سلوك الجاني أم إلى الحريق؟ طبعا طبقا لهذا المعيار بيقول لك إن السلوك الأول هو الذي أدى إلى سير الأمور على الوجه الذي انتهت إليه. أما إذا كان انتفاء السلوك الجاني لم يكن ليؤثر على تحقيق النتيجة، فإن رابطة السببية لا تقوم بين سلوكه والنتيجة التي تحققت. طبعا هذه النظرية تعرضت إلى كثير من النقد. أول إشي قالوا إن هي غير منطقية، ليه؟ لأنها تؤدي إلى توسع غير مقبول في علاقة السببية، لأن تحمل الجاني نتائج العوامل الأخرى التي ساهمت مع فعله في إحداث النتيجة، كما إنها تناقض نفسها حيث إنها تقر إن الأسباب كلها متعادلة في إحداث النتيجة، ثم تعود وتختار نشاط الجاني وحده لتلقي عليه وحده مسؤولية النتيجة. إذا هاي النظرية تعرضت إلى الانتقاد وقالوا إنه هي غير منطقية، ليه؟ لأنه بتقول إنه كل الأسباب
متعادلة مع بعض البعض، وفي نفس الوقت ايش بتروح بتناقض حالها وبتقول انه الفعل الاول تبع الجاني هو السبب في هذا الموضوع. النقطة الثانية او النظرية الثانية هي نظرية السبب الاقوى او الفعال، والتي يسأل الجاني عن النتيجة متى كان نشاطه هو السبب الفعال او الاقوى في حدوثها. اما العوامل الاخرى التي ساعدت في احداث النتيجة تعتبر ظروفا لا اسبابا، لان فعل الجاني كان كافيا لوحده لاحداث النتيجة. فاذا قام بالدور الفعال عامل اخر سابق على فعل الجاني او لاحق عليه، فان هذا العامل يعتبر سببا لوفاة المجني عليه، ويعد فعل الجاني مجرد ظرف. ولذلك فان السببية تتطلب ارتباطا ماديا ومباشرا بين الافعال والنتيجة. ايضا هذه النظرية اللي قالت انه احنا بدنا ناخذ بالسبب الاقوى او السبب الفعال تعرضت الى الانتقاد، وقالت انه الاخذ بهذه النظرية يجعلنا من الصعب ان نضع معيارا واضحا ومحددا الذي يحدد ما هو السبب الاقوى وما هو السبب الفعال في هذا الموضوع. وبالتالي انه هذا المعيار اللي هي هذه النظرية، نظرية السبب الأقوى، هي نظرية غامضة وتحتاج إلى كثير من العوامل الأخرى التي تساعد لتكون كمعيار لتحديد السبب الأقوى. فقالوا أفضل حاجة هي نظرية السبب الملائم. نظرية السببية الملائمة أو نظرية السبب الملائم لا يعتبر نشاط الجاني سبب لوقوع نتيجة إجرامية معينة إلا إذا تبين أن هذا النشاط صالح لإحداث تلك النتيجة وفقا للسير العادي للأمور. فيعتبر نشاط الجاني سببا في النتيجة ولو ساهمت معه في إحداث عوامل أخرى ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوفة. أما إذا تضافرت مع نشاط الجاني في إحداث النتيجة عوامل شاذة وغير متوقع، فإنه ينفي رابطة السببية بين الوفاء وبين النشاط الجاني، ويسأل عن الشروع في القتل في هذه الحالة إذا توفر لديه القصد الجنائي. ويقاس التوقع بمعيار موضوعي هو ما يتوقعه الشخص العادي إذا وجد في مثل ظروف الجاني. طب بدنا نيجي نشوف نعطي حالنا أمثلة عشان نفهم في هذا الموضوع. دائما في النظرية السببية الملائمة بس هذا لازم ناخد الأمثلة. إيش بيقول؟ من الأمثلة على العوامل المتوقعة المألوفة التي لا تقطع علاقة السببية أن يحمل المجني عليه في علاج نفسه إهمالا ينتظر عادة ممن كان في مثل ظروفه وبيئته. يعني من الوضع المتعلق أو المألوف إنه الجاني يهمل في علاج نفسه عشان يسبب ضرر للجاني، أو أن يخطئ الطبيب المعالج خطأ يسيرا في علاجه. ويعد من قبيل العوامل الشاذة غير المألوفة التي تقطع علاقة السببية أن يتعمد المجني عليه عدم معالجة نفسه بقصد أن تسوء حالته فيسوء مركز المتهم، وخطأ الطبيب في علاج المجني عليه خطأ جسيم. هذه النظريات اللي قيلت في هذا الموضوع. طيب ايش عندنا مهم جدا في هذا الموضوع؟ انه يجب على محكمة الموضوع اثناء كتابتها لتسبيب الحكم ان تبين العلاقة السببية في هذا الحكم، وتوضح انه هذا الفعل اللي قام فيه الجاني هو الذي ادى الى النتيجة التي تحققت. وبالتالي يجب أن يتضمن الحكم توافر علاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. فإذا خلا الحكم من بيان رابطة السببية فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب متعينا نقده. ويعد الدفع بانتفاء علاقة السببية دفعا جوهريا يجب في حالة ربطه أن ترد عليه المحكمة بما يفنده، وإلا يكون حكمها حكم قاصر، ويقدر قاضي الموضوع من وقائع الدعوى توافر علاقة السببية من عدمه طبعا، وليس هناك رقابة لمحكمة النقد في ذلك إلا من حيث فصله في أمرا معينا
يصلح قانونا لأن يكون سببا لنتيجة معينة أو لا. بمعنى آخر أن محكمة النقد ليس لها سلطة في اللي هو الأحكام الموضوعية أو كل ما يتعلق بالموضوع، لها علاقة بما يصلح أو مراقبة الأحكام من الناحية القانونية فقط. هنيجي لموضوع كتير مهم وهو الشروع أو المحاولة. إيش فكرة الشروع وإيش فكرة المحاولة؟ فكرة الشروع إنه أنا توافرت لدي النية الإجرامية وقمت بعملية التحضير لارتكاب هذا الفعل الإجرامي، وفعلا بدأت بالارتكاب بإطلاق رصاص على هذا الشخص، ولكن النتيجة لم تتحقق. أنا قمت بسلوك الإجرام كله ولكن النتيجة لم تتحقق لأسباب لا دخل لإرادتي فيها. يعني أنا رحت أسرق ووصلت البيت ودخلت البيت ورحت فتحت الشنطة تبعت الراجل عشان آخذ منها الفلوس، لقيت الشنطة فاضية. إذا أنا قمت بهذا الفعل، أو إنه أنا وصلت الباب عشان أسرق أجت الشرطة مسكتني، أو أجى صاحب البيت وسرقني. إذا أنا بدأت الأمور عندي إيه؟ تحققت الأمور إنه أنا بديت بالفعل الإجرامي، وبدأ السلوك الإجرامي كله متكون عندي، ولكن النتيجة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادتي في هذا الموضوع. عشان هيك بنسميها الجريمة الناقصة أو المحاولة في هذا الفعل. فنيجي بنقول يعني، وبالتالي هناك صور كثيرة من هذا الموضوع، إما بتكون الجريمة خائبة أو إنه الجريمة ناقصة لم تتحقق في هذا الموضوع، أو إنه الجريمة مستحيلة لسبب من الأسباب. يعني أنا رحت أرتكب جريمة قتل مع واحد لقيته ميت، فبالتالي أصبح هناك استحالة في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي. عشان هيك بنقول الجرائم المادية هي التي تتحقق فيها النتيجة الإجرامية ويتحقق الضرر للمجني عليه، لكن في بعض الأحيان ينفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي لكن يتعذر عليه تحقيق النتيجة الإجرامية. هنا تكون النتيجة القانونية أي الضرر لم يلحق بالمجني عليه، وإنما اعتدي عليه وعلى مصالحه التي يحميها القانون، وهذا ما يطلق عليه بالشروع، وهذا الأخير يعتبر ركن مادي من أركان الجريمة. ولكن يجب أن تكون الجريمة التي تصور الشروع فيها من الجرائم الإيجابية، وبالتالي لا يتصور الشروع. بنلقيت في نقاط مهمة بدي أقول لكم إياها، لا يتصور الشروع في الجرائم السلبية، ولا يتصور الشروع في الجرائم الغير عمدية. تمام؟ يعني هدول بدكم تحفظوهم عن ظهر قلب، فيش الشروع في الجرائم السلبية، وفيش الشروع في الجرائم الغير في الجرائم الغير عمدية. الشروع دائما بيكون في الجرائم العمدية. تمام؟ بنيجي بنقول إنه وعليه، فإن الشروع هو مجرد مرحلة يبدأ فيها الجاني في تنفيذ نشاطه الإجرامي، ولكن لا يحقق النتيجة، والقانون يعاقب على النتيجة التي تتحقق وتسبب ضرر للمجني عليه. طيب، فما هو حكم الشروع؟ هل يعاقب عليه؟ وإذا كان هناك عقاب فهل بكون نفس عقوبة الجريمة التامة؟ عشان هيك احنا في هذا المبحث بدنا نتناول أكثر من نقطة في موضوع الشروع. بدنا نيجي نتعرف ما هو المقصود بالشروع وأنواعه وأركان الشروع ونطاق الشروع والعقوبة، ومن ثم نتكلم في الجريمة المستحيلة في هذا الموضوع. نيجي نشوف ما هو المقصود بالشروع. بنقول تبدأ عملية ارتكاب الجريمة بالتفكير لهذه الجريمة والتحضير إلها، ومن ثم بعد ما بفكر فيها وبقوم بعملية التخطيط وببدأ بعملية التحضير، أبدأ في عملية التنفيذ. عشان هيك بقول لك شرع في هذه الجريمة، بشرع فيها عندما أصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل
للجريمة، وفي هذه الحالة يعتد المشرع بفعل الجاني ويجرمه في الجنايات وبعض الجرح، وبالتالي عشان هيك بنقول الشروع يعاقب عليه في الجنايات والجنح إذا كان منصوص عليها في القانون. وبالتالي بنيجي نقول إنه الشروع بوجه عام هو من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر. ليه؟ لأنه النتيجة لم تتحقق بمفهوم المادة، وبالتالي إنه أنا المشرع يعاقبني على الشروع حتى لو يترتب أي ضرر لهذا الشخص. نعم، واحنا شرحنا في النتيجة ما هو المقصود بجرائم الضرر وما هو المقصود بجرائم الخطر، وقلنا جرائم الضرر هي التي لابد أن يتحقق فيها ضرر في العالم الخارجي أو في الكيان الخارجي، أما جرائم الخطر ليس هناك بالضرورة في هذه الحالة. وجبنا أمثلة، قلنا السواق اللي ماشي بالسيارة بدون ترخيص، إيش ضر المجتمع؟ لم يضر المجتمع، ولكن هناك خطورة في هذا الفعل اللي هو ارتكبه. بنيجي نشوف تعريف المشرع الفلسطيني للمحاولة، إيش بقول؟ بقول يعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته على ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلى وقوعه، وأظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة، ولكن لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم. إيش معناته الكلام هذا؟ بقول لك إن الشروع يمثل مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، ولكن النتيجة لم تتحقق التي أرادها الجاني بفعله، وبالتالي إن الشروع توافر في جميع عناصر الجريمة التامة ما عدا النتيجة، مما يعني إن الشروع يفترض وجود السلوك المتمثل في البدء في التنفيذ مع وجود الركن المعنوي، لكن النتيجة لم تتحقق لهذا الموضوع. وطرحنا في أمثلة كثيرة في هذا الموضوع جبناها، وقلنا هناك أمثلة كثيرة في هذا الموضوع توضح كيف انه النتيجة لم تتحقق. انه انا بدي اسرق، وصلت الباب صاحب البيت مسكنا، والله اجل الحرامي على الدار ودخل البيت ووصل للخزنة لكن لقى الخزنة فاضية. هذه كلها هي اشكال، او راح يرتكب جريمة ولقى المجني عليه انتبه. عشان هيك احنا بدنا نيجي نقول مراحل ارتكاب الجريمة. بنلاحظ انه الجريمة تمر بعدة مراحل. أول مرحلة هي مرحلة التفكير، وهي اللي هي مرحلة النشاط الذهني والنفسي اللي هو بدور في داخل شخصية الجاني. هو قاعد في الدار بفكر في البيت، وبفكر إنه أنا بكرة بدي أروح أسرق، بدي أروح أقتل، بدي أروح أزني، بدي أروح أعمل أيش. وبالتالي في عوامل داخل هذا الشخصية، وممكن هذه العوامل تكون عوامل إيجابية أو شريفة. يعني مثلا بده يروح ياخذ مثلا بده يرتكب جريمة قتل من أجل الشفقة، بده يرتكب السرقة عشان ابنه عيان، وبالتالي احنا ما إنا. وممكن تكون عوامل أو الباعث يكون غير شري. إذا بنقول عندنا مرحلة النشاط الذهني أو النفسي وما يدور في داخل تفكير الجاني وداخل شخصية الجاني، وبالتالي هذه العوامل إما بتدفعه إلى ارتكاب الجريمة أو بتدفعه إلى الإحجام عن ارتكاب هذه الجريمة. عشان هيك بنقول إنه عملية التفكير في الجريمة وحتى العزم والتصميم عليها لا تشكل شروعا ولا يعاقب عليها المشرع الفلسطيني، وهذا واضح في المادة 69 من قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية التي تقول لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية. فالمشرع الفلسطيني لا يهتم بما يدور في ذهن الشخص ولا يعاقب عليه، ولكن هذا الكلام له استثناء. إذا ظهر في العالم الخارجي هذا التفكير كالاتفاق مع الغير لارتكاب جريمة معينة، 5 6 اتفقوا مع بعض انهم يعملوا عملية انقلاب على الحكم، وبالتالي في هذه الحالة يسأل هذا الفعل عن جريمة الاتفاق،
وليس على عملية الشروع في ارتكاب هذه الفعل. وبالتالي اليوم المشرع لا يعاقب على أفعال التهديد أو التحريض أو الاتفاق باعتبارها نوع من المحاولة أو نوع من الشروع، ولكن يعاقب عليها باعتبارها جرائم مستقلة وقائمة بذاتها بصرف النظر عما يحدث بعد ذلك، باعتبارها هي جرائم خطر لا يعد العقاب عليها عقابا على مجرد تفكير، بل الجزاء يكون عن جريمة نفذت فعلا، أي جريمة تامة. يعني أنا قمت عملية التهديد أصبح جريمة اسمها جريمة التهديد، أنا حرضت في جريمة اسمها جريمة التحريض أو عملية الاتفاق، وليس محاولة لارتكاب هذه الجريمة. مرحلة التحضير، إن أنا قمت بعد من العزم بديت أحضر، بدي أرتكب جريمة قتل، روح شريت المسدس وشريت مثلا المفاتيح عشان أسرق وشريت السكينة وشريت كل هذه الأعمال، قمت بشرائها وتحضيرها وحتى التدريب عليها، لكن كل هذه الأعمال لا تعتبر شروع في ارتكاب الجريمة، ومع ذلك المشرع لا يعاقب عليها. يعاقب عليها إذا كانت هي بحد ذاتها تشكل جريمة مستقلة، يعني مثلا في عندي السلاح بدون ترخيص، في هذه الحالة ممكن أن أعاقب عليه في هذا الموضوع، ممكن جريمة مستقلة زي جريمة تقليد المفاتيح. إذا لا أعاقب على عملية اللي هو التحضير، ببدأ في العقاب على مرحلة الشروع اللي هي البدء في عملية التنفيذ، وهذا إن شاء الله حنتناوله في اللقاء القادم إن شاء الله قريبا جدا إن شاء الله.